في لحظات في حياة كل ست بتكون لحظات مصيرية، لحظة معينة يتقال فيها كلمة تتقسم بعدها الحياة قبل وبعد. أنا دلوقتي بعيش لحظة من اللحظات دي. أنا حبيته بسرعة جدا، راجل جدع ومحترم وحساس، في كل المميزات اللي تتمناها أي بنت. محاولش يصاحبني اليوم اللي قال لي بحبك، قال لي فيه أنا عايز أجي أتقدم، وبعد سنة خطوبة لمروان عبد الحميد وشهر واحد جواز قابلتنا مشكلة مؤقتة، ممكن تقابل أي بنت. خفت في أول ليلة جواز، لكن هو تفهم واتفقنا هنأجل الموضوع شوية. وفضلنا كل فترة بنحاول نعدي المشكلة دي، وهو اتحمل وسعي لغاية لما ابتدى الأسبوع ده. حصل حاجة غيرت كل شيء، وصلتنا إن مروان هيطلقني بعد دقايق. محدش كان عارف ولا فاهم إيه اللي وصلنا لكده، لكن دلوقتي الكل هيعرف ليه أنا ومروان بنتطلق بعد شهر واحد بس من جوازنا. سلومة، سلومة، سلومة. خدتني مروان. ما انا عارف، ما انا عمال امدح عليكي من هناك، مش سامعاني خالص. الواحد يعني مبسوط وسعيد انه متجوز واحدة بتصحى من النوم زي القمر زي كده. انت شكلك بتتلخ ليه؟ علشان انا النهارده بقى بالذات حاسه انا شكلي وحش قوي. ايه الكلام ده؟ مفيش الكلام ده خالص. الله، وانت في حد في حلاوتك ولذاذتك وخفه دمك؟ انا والله العظيم عيني ما بشوفش احلى منك. طب اقسم بالله انا لو ما عندي جلسه دلوقتي كنت انا وانت يعني. هو احنا صح امتى؟ امتى؟ احنا قاعدين زي الاخوات بقالنا كتير. لعلمك بقى علشان تبقى عارف، انا ما بقتش خايفه خلاص، ولولا ان ماما جت امبارح وسهرت لوش الصبح انا كان زماني مخلصه الموضوع ده خلاص. والله العظيم ثلاثة انا قلت كده، انا امبارح كنت حاسس ان الموضوع هيفوق لولا مامتك. تتعوض وقت تاني. تعرف الاسبوع ده اهم اسبوع في حياتي. ليه اشمعنى؟ علشان يا استاذ يا اللي عندك زهايمر، انا عندي اهم كوتيشن من ساعه ما اشتغلت ويدنج بلانر. انت عارف الفرح ده بتاع مين؟ بتاع ابن علي الشربطلي. يعني انا يا مروان لو خدت الشغلانه دي هبقى اتنقلت نقله كبيره جدا في شغلي. ده وائل الصرفي هيموت وياخد الفرح ده. بقول هيموت وياخد يا شيخه. اه والله العظيم. الا مين وائل الصرفي ده بقى؟ يا ابني ده اهم ويدنج بلانر في مصر كلها. واحنا بقى هنركز في وائل الصرفي ولا مع مروان عبد الحميد؟ هخلص عليكم انتوا الاثنين. كل واحد فيكم حسب وظيفته في حياتي. هو كومبيتيتور وانت بقى جوزي حبيبي. بنشوف. هنزل بقى عشان عندي جلسه بدري. ها لولا كده يعني. ربنا معاك يا حبيبي. حبيبتي ان شاء الله براء. براءة ايه؟ ده انا محامي المدعي، ده انا اصلا عايز احبسه. اعدام ان شاء الله. حاضر. اعدام ايه؟ هي مش قضيه اصلا اعدام. يبقى كلمني. حاضر يا حبيبتي. باي باي. باي. خلي بالك من نفسك. الو. ايه يا ماما؟ معرفش مقريفه كده وقايمه مش في المود. استغفر الله. ماما هو انت كل ما تكلميني ما عندكيش غير الموضوع ده تتكلمي فيه؟ طب الراجل هو نفسه متفهم. لعلمك بقى لولا ان انت سهرتي امبارح كان عندي استعداد ان انا اخلص الموضوع ده. نعم. مامته كلمتك ليه ان شاء الله بقى؟ وانت يا ماما بتكلمي ابتسام ليه بس طيب؟ يعني ايه كلمتها ليه؟ مالا اكلم مين؟ مراتك اتكلمت معاها 100 مره، هزرت معاها ودلعتها، قلت لها يا حبيبتي يلا شدي حيلك عايزين نفرح بيكوا بقى. ايه النتيجه؟ انك عايش مع مراتك بقالك شهر زي اختك بالظبط، ده يرضي مين ده؟ يا ماما حضرتك ما تعرفيش لما رحت الخالي وفي قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ يا ماما خالي وفي ده دكتور امراض نسا، يعني بيفهم اكتر مني ومنك.
وقال لي كل اللي حصل لسلمى ده من شهر العسل بيحصل لبنات كتير قوي، زي ما تقولي كده فوبيا ماما بتحصل لها. وقال لي اعمل ايه بالظبط عشان اصلح الامور بيني وبينها بس. وانا يعني يا ماما حاسس الموضوع ابتدى تظبط يعني بيننا وبين بعضينا، فرحت انت رايحه مكلمه طنط سهان. ممكن اعرف بقى حضرتك قلت لها ايه؟ صباح الخير يا مدام سلمى. صباح الخير يا مدام سلمى. في حاجة يا عم جميل؟ لا مفيش حاجة، أنا بصب على سعادتك بس. صباح النور، تؤمر بحاجة؟ ربنا يخليك، الأمر لله وحده. بقولك إيه يا عم جميل؟ لو عايز تفكرني إن إحنا أول الشهر فأنا فاكرة كويس قوي، بكرة بالكتير فلوس الصيانة هتبقى عندك. يا مدام أنا قلت حاجة، واحدة من المواضيع يعني، هي فلوس الصيانة بحطها في جيبي؟ والله أنا بصبها عادي. يعني لله في لله، خلاص يا سيدي أنا اللي مفترية، أنا اللي مفترية، خلاص؟ لا إله إلا الله، اهدي مدام مش كده، أنا مقصدش حاجة، وعلى العموم أنا آسف إني صبحت عليكي. خلصنا يا عم جميل، خلصت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مجنونة دي ولا إيه؟ أحمد؟ مش هتقرف؟ يعرفوا منين انا مدام؟ ثانية واحدة يا اسطى، ثانية واحدة، بجيب فلوس علشان احاسبك. اطلعي بقى يلا. اصبري يا مدام، سيبي المكنة تاخد وقتها، دلوقتي تطلع فلوس. انت مالك انت؟ تتدخل ليه حضرتك؟ انا اسف، انا قصدي اساندك معنويا. تساندني ايه؟ ناقصاك هي. يا مدام يلا عشان انا لازم امشي. يخرب بيت المدام وسنين المدام. يا استاذ ثانية واحدة، المكنة اللي راضية تطلع الفلوس ولا بتطلع الكارت؟ خلصتي بقى. هيك ما تخبطيش كده على المكنه، لانك لما تخبطي على المكنه كده مش هيحصل اي حاجه. واضح ان المكنه بلعت الكارت. حاولي تكلمي البنك بسرعه عشان يقدروا يساعدوك. ممكن اسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه يا نور؟ انت كنت عارفه ان سلمى بتتجوز قبل ما تتجوز؟ طبعا كنت عارف. امال ليه الوحيد في الشركه دي اللي مش عارف هو انا؟ الله، ما انت عارف انها كانت مخطوبه. ايوه بس ما قالتليش انها هتتجوز. يعني لازم تقولك؟ وبعدين انت كنت مسافر قبل فرحها بثلاث اسابيع، يعني ما جاتش فرصه. وبعدين عايز افهم يعني في ايه. اقول لك انا بقى في ايه. انا واحد ما بيحبش الناس اللي شغالين معاها حياتهم الشخصيه تاثر على شغلهم. وهتشوفي سلمى دلوقتي بوزها مكشر، متضايقه، مش طايقه نفسها، عصبيه، القطر معدي عليها رايح جاي، وعلى الاساس ده يا هانم انا ما بحبش اشغل ناس متجوزين معايا. لا 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 خالص مستنير، ما تقلقش وتكبر الموضوع. بالعكس بقى، سلمى الجواز ما قصرش عليها نهائيا، دي راجعه من الاجازه مبسوطه وفرحانه والابتسامه ما بتفرقش وشها. يا استاذ بقول لك الكارت اتحشر بعد ما اتنيلت حطيت المبلغ اللي انا عايزاه، تقولي دخلتي الباسورد غلط؟ يعني ايه؟ مفيش حل غير ان انا اقفل الكارت؟ يا دي النيله. طيب يا استاذ اتفضل اقفله. احسن ان هو يقفله عشان يلحق يطلب الكارت الجديد ويجي بسرعه. انت بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ ها؟ بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ ايه ده يا مدام؟ انا قصدي رايح حضرتك. اهدي ولا ما اهداش؟ مال اهلك؟ مال اهلك؟ لا يا استاذ مش بكلمك انت. قفلته؟ الحمد لله، شكرا شكرا. قرف. انا قلت لك، انا قلت لك ما تخبطيش كده، انا قصدي اقول لك خبطي اقوى من كده شويه، يمكن الكارت كان طلع. خلاص بقى، هو ساعات كده بيبقى فيه ايام بتقفل في وش الواحد. فك التكشيره دي. انا اللي غظني ان الكارت خرج اول ما موظف البنك قفله، كانهم كلهم متفقين عليا. انا مش عارفه بيحصل لي ايه الايام دي، ودي اكتر وقت في حياتي انا محتاجه فيه اكون ستيبل. عشان الفرح وعلشان مروان كمان. هو انتوا لسه؟ ايوه لسه، بس على فكره انا وعدته ان انا مستعده اخلص الموضوع ده الخمس ايام الجايين. انت يعني منشنه على الخمس ايام اللي هنحسم فيهم الكوتيشن بتاعت الشربطلي؟ لا ما انا عادي، خلاص عادي عادي، انا ما بقتش خايفه على فكره. واضح. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه يا مدام. الحمد لله على سلامتك انت يا مستر ناير. ويا ترى بقى جايه متاخره ليه يا مدام؟ هو ايه حكايه مدام دي؟ هو حضرتك نسيت اسمي ولا ايه؟ لا انت اللي نسيتي احنا اتفقنا على ايه.
فاكره لما جيتي تشتغلي معايا في الاول ما قلتليش انك على وش جواز. وانا على فكره ما كذبتش، والحاجات دي اسمها ونصيب وبتيجي فجاه. اكيد يعني لما هيجي لي عريس انا مقتنعه بيه مش هرفضه، علشان لما جيت اشتغل مع حضرتك قلت لك ان انا مش على وش جواز، بس انا قلت لك ان انا مخطوبه، فطبيعي جدا انا بتخطب عشان اتجوز. ويا ترى بقى شغلك هيتاثر قد ايه بالجواز بتاعك ده؟ ما تقلقش يا مستر ماهر، شغلي مش هيتاثر خالص بالجواز. وناويه تخلفي بسرعه ولا هتبقي عاله وتستني شويه؟ هو ايه الموضوع بالظبط؟ حضرتك على فكره لو عايز امشي من الشركه قول لي، قول لي وانا امشي. اهدي اهدي يا حبيبتي، مستر نير ما قالش حاجه. ما قالش حاجه ازاي؟ بقاله ساعه وبيلف وبيدور. حضرتك لو عايزني امشي من فضل. هو انا صوتي عالي ولا ايه؟ واضح قوي يا انسه نور ان الجواز ما اثرش على الانسه، قصدي المدام سلمى. هو على فكره الجواز ما اثرش ولا حاجه، انا بس اللي حصل لي موقف كده نرفزني وانا جاي الصبح. طيب في اكتر من كلاين بيسالوا عنك بصفه شخصيه، ممكن تقعدي معاهم؟ والله حضرتك الافراح دلوقتي محدش بيفصل ما بين اهل العريس واهل العروسه، يعني احنا بنعمل فاميلي تيبل ويونج ارياز. اه يا حبيبتي بس احنا لازم نفصل، ما هو لما يبقى اهل العروسه هم اللي دافعين وهم اللي صارفين يبقى من حقهم اماكن اكتر، من حكم في ماله ما ظلم. معلش يا تامر يا حبيبي ما تاخذنيش، بس احنا عدد عيلتنا اكتر بكتير من عدد عيلتكم، ليه هتاخدوا كراسي اكتر؟ لا ما هو انت هتعزم على القد يا حبيبي. معلش بس حضرتك بحكم خبرتي الحاجات دي بتعمل مشاكل، يعني مامه حضرتك ربنا يديها الصحه موجوده طبعا. اه الحمد لله. الحمد لله. لو جت ولقيت عدد ترابيزاتكم اكتر من عدد ترابيزاتهم هتقفش ويحصل مشكله كبيره جدا. حصل لي موقف زي ده قبل كده والجوازه باظت. فعلا اكيد مش هيعجبها. رسمي مش هيعجبها. استني انت حبيبتي. خلاص يا تامر ادفعوا معانا. واحنا مش متفقين ان انا مش هدفع حاجه مقابل ان اوديك لاختك امريكا؟ خلاص يا حبيبي ابقى خد قرايبك الزياده امريكا. هي كمان وصلت للتريقه؟ طب تمام قوي، ومفيش جواز من اصل، وابقوا خدوا قاعه واقعدوا فيها لوحدكم. كله منك انت، بوظتي لي الجواز. وانا مالي؟ ايه البلاوي دي؟ طب ما الولد عنده حق فعلا. الو تعالي يا سلمى. اي مروان انت جاي امتى؟ جاي فين؟ البيت هيكون فين؟ ايه ده؟ هو انت روحت؟ اه روحت. ازاي بدري كده؟ مفيش، خسرت القضيه فكتبت فروحت. ايه ده ما اتعدمش؟ ما اتعدمش ايه يا سلمى؟ دي قضيه شيكاتي يا حبيبتي، مفيش اعدام اصلا. معلش يا حبيبي، خيرها في غيرها ان شاء الله. بقول لك ايه؟ معلش كل انت حبيبي، اصل انا جوعت يعني وكلت كده من شويه. طيب. طب انت تيجي امتى برضو؟ انا عندي اجتماع مهم، هخلصه واجي على طول. ماشي، باي. باي. كويس، اهي سلمى جت اهي، بقى هتعرفوا منها كل اللي انتوا عايزينه. بعد اذنك يا استاذه، اسمعي الاسعار اللي حاج حسين وماضي جايبينها. اهلا يا ماضي. اهلا يا حاج حسين. اهلا بيك يا مدام. ايه بقى؟ بصي يا سلمى، بالنسبه للاسعار بتاعه الاليفيشنز بتاعه الكراسي، حاج حسين بيقول انها اغلى بكتير جدا من اللي انت كنتي متوقعاه. اما بقى بالنسبه للماضي فبرضه بيقول ان الخامات اعلى بكتير جدا بالنسبه للبرايدل انترنس والكورنس بتاعه الاكل. ايه يا جماعه الاسعار زايده ليه؟ ويا ريت بقى ما حدش يقول لي الدولار. لا هو الدولار له دخل طبعا، بس مش هو كل الموضوع. يعني الدولار هو من ساعه ما اشتغلنا اخر مره مع بعض ساعه فرح طارق الكاشف، ممكن اعرف ايه اللي جت؟ بعيد عن موضوع الدولار ده تماما، ده فرح ابن الشربكي، يعني لازم. ايه يا ماضي؟ انت بترشق في اي حاجه ولا ايه؟ ما هو يا جماعه بالطريقه دي لا احنا هناخد الفرح ولا انتوا هتعملوه. انتوا كده بتصعبوا علينا الموضوع قوي يا جماعه. ولا ثانيه واحده، يكونش الصرفي دافع لكم عشان تغلوا عليا؟ انت ايه اللي بتقوليه ده يا مدام؟ بصراحه انا شايفه ان الطمع والجشع عاموا عليكم، وانا مش هسكت على الموضوع ده، انا هكلم الصرفي وهقول له ان انا مش هشتغل معاكم. وهعمل الفرح ده غصب عنكم. اهدي اهدي يا مدام، ده مش اسلوب برضه يا جماعه. لا مش ههدى ومش هشتغل معاكم تاني. وبعد اذنك يا مستر ناير، يا انا يا هما. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتقوله ده ايه ده؟ كل اللي انا كنت عاوز اقوله ان فرح ابن الشرباتي لازم نستخدم فيه خامات اغلى واحلى عشان الشكل العام يبقى افضل. مش فاهم هي عملت كده ليه؟ هي بس برضه يا استاذ ناير، بعد اذن حضرتك احنا مش هينفع نشتغل مع بعض تاني. يا حاج حسين الله يخليك. يا استاذ ناير احنا مش شويه في السوق. يلا يلا بينا. السلام عليكم. على النبي يا جماعه، مش كده من غير السلام عليكم. اوكي
ممكن حد يفهمني ايه الجنان اللي هي فيه ده؟ بعدين هو احنا نعرف نعمل حاجه من غير حسين وماضي؟ قومي يا نور، قومي الله يخليكي صالحيهم، اعملي اي حاجه جيبيهم تاني. حاضر حاضر يا مستنير. يا حاج حسين، حاج حسين. بعتي الميل؟ لا والله يا مستر ناير، انا عندي مشكله كبيره جدا في الكمبيوتر بتاعي ومش عارفه اعمل ايه. طيب طالما عندك مشكله في الكمبيوتر انا خشي مكتبي ابعتي الايميل منه، شويه تشغيل مخ يا انسه سوا من فضلك. حاضر يا مستر ناير. اتفضلي. انسه سلمى فين؟ المدام سلمى اهي. مدام؟ يا مدام سلمى، بحاول اكلم وائل الصرافي بس للاسف ما بيردش. فيلي فيلي بلاش عبط، وائل الصرافي ايه اللي هيفكر فيكي؟ وائل الصرافي لو مركز مع حد هيبقى مركز معايا انا. ليه، وهو حضرتك تعرف تعمل حاجه من غيري؟ لا بس يعني هو انت كمان تعرفي تعملي حاجه من غير حسين وماضي؟ وبعدين انا مش فاهم ايه اللي جننك عليهم بالشكل ده؟ وانت ما سمعتش اللي هم قالوه؟ دي مؤامره واضحه جدا على فكره. هو انت كل شويه كده لازم تطلعي لي بجنونه؟ وعلى فكره بقى المره دي جايه معاكي بزياده قوي. بركات الجواز بقى. مبروك يا مدام. بس من فضلك يعني حاولي تهدي كده مع نفسك شويه عشان ما تبوظيليش شغلي ارجوكي. مدام مدام مدام، ايه موضوع مدام ده؟ انا مش عارفه بجد ايه التخلف والهبل اللي انا بقيت فيه ده. بطلي عياط بقى، انت فعلا متخلفه النهارده، التخلف زاد جدا. كل حاجه النهارده معصباني ومنرفزاني، يوم غريب جدا، مش طايقه حد ولا طايقه نفسي، حتى مروان منرفزني نرفزه، مع انه بصراحه يعني ما عمليش حاجه. الهبل ده، بقول لك ايه، ظبطي علاقتك مع مروان، هي لو اتظبطت كله هيبقى تمام، ولو على حسين وماضي يعني مش مشكله، اعتذري لهم عشان نرجع نشتغل مع بعض تاني. اعتذر لهم؟ لا انا اروح لهم لحد الورشه عندهم عشان اعتذر لهم؟ لا طبعا لا يمكن، كرامتي ما تسمحليش بحاجه زي كده. انا لو عليا اشتمهم وهين كرامتهم اكتر. ليه يعني؟ في ايه الاوفر ده؟ كل ده عشان ايه؟ عشان انا لسه حاسه ان هم متفقين مع الصرافي عليا. والله سلمى اهدي كده، بدل ما انت مدوره الجنان على الكل. ها انت نفسك قلت ان الخمس ايام دول كريتيكال جدا، سواء كان في شغلك او في بيتك، فانت بقى لازم تبقي على قد المسؤوليه. انا فعلا لازم اظبط الدنيا، خاصه مع مروان، اصل انا هشتري فستان فرح الشربات لي النهارده وانا معيش فلوس والكريدت اتوقف. فرح شربات لي ايه وفستان ايه بعد اللي نيلتيه النهارده مع حسين وماضي؟ محدش هياخد الفرح ده غيرنا، احنا اللي هنعمله، وانا من النهارده عايزاكي تتعاملي على الاساس ده، واولهم ان انا هشتري فستان فرح الشربات لي. يلا يا مجنونه. بقول لك ايه، انا هطلع اثبت مروان، مش هتاخر عليك، هاخد منه فلوس وين. هاي حبيبي. ازيك يا سلمى؟ ازيك انت، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. انا كنت فاكرك هتتاخري يعني، جيتي بدري شويه. لا ما انا نازله تاني، اصل انا عايزه اشتري فستان عشان فرح الشربطي. بقول لك يا مروان، انا عايزه فلوس زي ما انت عارف يعني، انا لسه ما قبضتش والفيزا توقفت. طبعا طبعا هديك الفيزا، بس بقول لك ايه يا سلمى، ما تشتريش حاجه غاليه قوي، احنا عندنا مصاريف كتير لغايه اخر الشهر. يعني انت جاي عند اهم فرح وبتقول لي كده؟ في يا سلمى؟ الله، انا كل ما اكلمك النهارده تعصبي عليا. اصل ازاي يعني ما اشتريش فستان حلو عشان فرح مهم زي ده؟ انا قلت ما تشتريش حاجه غاليه قوي، ما قلتش ما تشتريش حاجه خالص. الله، بعدين انا بطلب حاجه طبيعيه مش حاجه مش طبيعيه يعني. خلاص يا مروان مش هشتري حاجه كده، ارتحت. انا والله ما قلت كده يا سلمى. تقطعيني كل ده؟ ما انا قلت لك اطلعي معايا. اطلعي ازاي بكل الحوارات اللي عندك دي؟ مهم، عملتي ايه؟ خدت الكريدت كارد بتاعه. طب ما الراجل اهو فله وعسله وقشطه، امال انت نسيت المفتريه.
ليه وانت فكرك الموضوع حصل بالساهل كده؟ فضل يقول لي اصل احنا اخر الشهر وما تجيبيش حاجه غاليه وكلام يعصب وينرفز. استني استني، ده بعت لي فويس نوت هنسمعه. اشتري اللي انت عايزاه يا حبيبتي. والله العظيم مفتريه. رجاله ما بتجيش غير بالعين الحمراء. تمن تلاف جنيه؟ ادي بتهزر. بس الفستان حلو صح؟ يجنن. ده تليفونك ولا تليفوني اللي بيرن؟ لا ده باين انه تليفوني انا. اه ده مروان. يا دي اللخبه اللي الواحد فيها. الو يا سلمى. هي انا جالي مسج بتقول انت اشتريتي حاجات ب 8000 جنيه. حاجات؟ ده هو يا دوب الفستان. طب وده اللي اتفقنا عليه يا سلمى؟ مش انت اللي قلت لي اشتري اللي انت عايزاه؟ حيرتني بقى بجد. وطي صوتك احنا في الشارع. اه يا سلمى. بس اللي انت عايزاه ده يعني ب 3-4000 جنيه بالكتير. الله، يعني انا غلطان ان انا بحاول اهدي اللي ما بيننا؟ يا سلام، ليه ان شاء الله؟ شايفني عياله صغيره بتضحك عليا بكلمتين؟ طب يا سلمى روح رجع الفستان واشتري حاجه برخص كده شويه. احنا بالمنظر ده هنبقى مسنين على اخر الشهر. اه ده احنا هنبتديها يا مروان. طب ايه رايك بقى؟ مش هرجع الفستان. ولعلمك بقى اول ما هيجي لي فلوس انا هديها لك. ايه ده؟ انا ده مش كده. وانت مالك انت؟ ايه اللي دخلك الناس انت؟ الناس بتتفرج عليك. بقول لك ايه يا مروان؟ اقفل دلوقتي عشان عفريت الدنيا تتلطط قدامي. ايه اللي حصل بس ملكو؟ ساعة يقول لي ما تشتريش حاجة غالية، وبعدين يقول لي هاتي اللي نفسك فيه، أفهم أنا إيه بقى كده؟ بالراحة يا سلمى، بالراحة. أنا مش شايفة إن الموضوع مستاهل خالص. على فكرة مش مهم خالص أنت شايفة إيه، المهم أنا شايفة إيه. طيب حاضر حاضر، ممكن يلا بقى عشان لميتي علينا الناس؟ يلا. أنت خلف المركوش فيه ليه ها؟ هو أنا شكلي مدام قوي؟ معقول اللي بفكر فيه؟ ما اعرفش، شوف انت بقى. انت عارفه انا كنت فاكر ان هي جايكي قلب وشك. ليه بقى؟ على اساس ان انا ست نكديه؟ لا والله والله لا خالص، انا ما اقصدش. انا وانا يعني كنت حبيتك الا بسبب لذاذتك وخفه دمك وحلاوتك. انا بس يعني لايك متنشنه والنهارده بالذات انت كنت اوفر قوي الصراحه. هو انت عندك فكره انا مريت بايه النهارده؟ هو انت مريتي بحاجه غير اللي حكيتيه لي؟ هو اللي انا حكيته لك ده شويه؟ تصدق بالله انا غلطانه. لو ليه بقى انك عايزه تكبري الموضوع وتعملي مشكله؟ وبان انت الغلبانه كيوت اللذيذه اللطيفه وان انا اللي نكد وبعمل مشاكل. يا سلام، ده انت بقيت بتشم على ظهر ايدك كمان. تصدق بالله انا غلطانه اللي في عز اللي انا فيه ده بحاول اعمل لك اللي انت عايزه. اللي انا عاوزه وانت مش عايزه نفس اللي انا عاوزه؟ ولا يكون في حد فاهمك يعني انك لما تعيشي حياه طبيعيه مع جوزك تبقى عامله له جميله؟ انت قصدك ايه بقى بالحد ده؟ ها؟ قصدك مين؟ قصدك ماما؟ لا يا حبيبي، ركز كويس قوي، انا امي بتفهم في الاصول. بعدين يا ريت بقى ما تقولش كلام تندم علي بعد كده. اندم على ايه؟ ايه ده؟ اولا انا ما جبتش سيره طنط سهام اللي هي مامتي. ثانيا كويس قوي انك عارفه ان المفروض يحصل ما بيننا وما بيحصلش يخصك زي ما يخصني. عشان انت انسان سيء الظن، ومعلش بقى سوري، ومامتك كمان. طب وايه يا سلمى اللي جاب سيره مامتي دلوقتي يا حبيبتي؟ علشان مامتك يا حبيبي راحت كلمت مامتي النهارده واشتكت لها مني يا استاذ مروان. ممكن اعرف ايه اللي دخل مامتك في حاجه خاصه زي دي؟ ها؟ ايه اللي دخلها؟ طب وفيها ايه؟ ما انت مامتك عارفه كل تفاصيل حياتنا، ولا هو حلال لمامتك وحرام لمامتي؟ لا يا حبيبي، علشان طبيعي جدا ان انا اتكلم مع مامتي في حاجات زي دي، بس اللي مش طبيعي خالص ان حضرتك تتكلم مع مامتك في حاجات خاصه زي دي. صراحه لا عمري شفت ولا هشوف. وبعدين ظهر ان مامتك فاضيه قوي فبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش. بقول لك ايه يا سلمى؟ اتكلمي بطريقه كويسه على امي، انا مش هسمح لك تتكلمي عليا بطريقه قله الادب دي. تسمح ولا ما تسمحش بلا نيله؟
انا غلطانه، غلطانه انا في عز ما شغلي ومستقبلي محتاجني بفكر ازاي ابسطك. انا غلطانه يا مروان. والله ما حد غلطان غيري يا سالم. انت قصدك ايه يا مروان؟ قصدك ان غلطت انك اتجوزتني؟ خلاص يا حبيبي صلح غلطتك، انا مش فارق معايا. والله حلو قوي الاسلوب وطريقه الكلام دي. ماشي والله ما انا بقيت لك في الاوضه وباتي لوحدك، والمفروض بقى انا اموت نفسي وانت احرم الصدمه، مش كده؟ العيال والجواز، انا عايز اتجوز. شكلي خدت مقلب فيك يا مروان. ماشي انا هوريك. حاضر يا مروان، حاضر. الو، ايوه يا ماما، اسمعي بقى اللي انا هحكيهولك علشان تعرفي الغلط والعيب عند مين. قمت ولبست له طقم من اياه، وانا هموت من السقعه والتعب اصلا، وعملت له شعر وحطيت له روج احمر. يوم الباشا بقى يعمل ايه؟